وبالنسبة للتوراة والإنجيل والقرآن، يقول يحيى بن أكثم القاضي رحمه الله تعالى: كان في مجلس المأمون رجل من الصابئة، وكان خطاطا ويجيد يعني الخط من أهل العراق، وكان يحضر مجلس المأمون. فقال له المأمون يوما: لماذا لا تدخل في دين الله؟ لماذا تدخل الإسلام؟ فقال هذا الخطاط: يا أمير المؤمنين، دعني وديني، أنا يعني على ديني، اتركني. فسكت عنه المأمون، ثم فقده فترة، غاب عن المأمون. فسأل عنه المأمون: أين فلان الخطاط؟ لم يأتينا منذ مدة. فسألوا عنه فوجدوه، فقال: كلم أمير المؤمنين. فجاء إلى المأمون، فقال له المأمون: أين كنت؟ فقدناك فترة طويلة ما جئتنا. قال: يا أمير المؤمنين، جلست مع نفسي وفكرت فيما أنا عليه وإلى الأديان الموجودة على كلامي. يقول: فوجدت اليهودية والنصرانية والإسلام، فقلت: أيها أصح، هذه أو هذه أو هذه؟ فقلت: سأقوم بتجربة. خطاط يقول: فأخذت التوراة فنسختها بيدي وجملتها وحسنتها وأتقنتها، يعني كتابة جميلة جدا، وجئت إلى الإنجيل فخططته بيدي وجملته وحسنته، وكذلك جئت إلى القرآن فكتبته أيضا بيدي وجملته وحسنته، ثم غيرت في التوراة بعض الأشياء، وغيرت في الإنجيل، وغيرت في القرآن، ثم جئت بالتوراة إلى أحبار اليهود وأعطيتهم إياها، قلت: هذه توراة كتبتها بخط يدي وجملتها وتعبت عليها، فنظروا فيها فشكروني وحمدوني على ذلك ولم ينتبهوا إلى الأخطاء. ثم ذهبت بالإنجيل إلى رهبان النصارى وقلت لهم مثل ما قلت لليهود، فنظروا فيه وشكروني وأخذوه. ثم أخذت إلى الوراقين وليس إلى العلماء، وإن الوراقين الكتاب الذين يكتبون، فعرضت على الوراقين، أول ما فتح رأى الخطأ فقال: هذا خطأ في القرآن، كيف كتبت كذا؟ قلت له: فوتها. قال: لا والله لا فوت ولا أخذه منك أبدا، ارمه، هذا ليس بقرآننا. فقلت: هذا هو الحق. فذكرت ذلك لسفيان ابن عيينة رحمه الله، فقال لي: وما الغريب في ذلك؟ اقرأ قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم لما ذكر القرآن قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حفظ القرآن ولم يحفظ تلك الكتب، فالعبث بها وارد، بينما القرآن لا يستطيع أحد أن يعبث به. ودخل الإسلام كما ذكر ذلك بعض أهل العلم في تاريخ بغداد، أن هذا الرجل دخل الإسلام، والله أعلم.